شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكن على أصناف متنوعة ومميزة وهيك فيكن تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكن من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية وريجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة ترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل المجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بوردز بأربع ألوان مختلفة، كلهم فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك وكل أنواع الفريدومير، والأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة والفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي بروبيلان وبتحصلوا عليهم ب $30 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسه أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا وفيها توصل لل 230 درجة، يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. اتصلوا على بستلر على 01-44-55-55. لكن الناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت الصنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعادتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب منعمله بحياتنا اليومية. رويال باشر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال باشر، بسعر $28 بس واصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. رويال باشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01-44-55-55.
شو اورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو اورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل؟ شو اورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكازيات مرتبه والا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهره برات الخزانه لانه حجمها براكتيكال ومرتب، ولانه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو اورجانايزر حد بعضهم ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا كل ما تشتروا 2 شو اورجانايزر بتحصلوا على الثالثه مجانا. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع للطبخ. هيدا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، وفينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطا للضغط وغطا للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 139 دولار بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. سلاد اول ان وان مش معقول الا ما كل بيت بيعوز يستعملها يوميا. اول شيء من بعد ما نغسل الخضره بنشفوهم بسرعه بهالطريقه الهينه، ومع فراتا نوقفها بكبسه زر. بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضره والفواكه، فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندوره والبطاطا تنعمل فريت اذا بدنا، لانه بتقطع بعده موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاوله كمان. سلاد اول ان وان مصنوعه من مواد بلاستيكيه كتير قويه وما بتنكسر، فيكم تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم تتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على MTV.